التمساح البحري، اسمه العلمي كروكوديلوس بوروزوس، لكن نسميه أيضا تمساح البحر أو التمساح بعرف مزدوج. هذا النوع موجود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هو المشهور بالانتشار في المياه المالحة والعذبة، وإن كان يفضل الأنهار والمستنقعات. الحيوان يمكن أن يزن 6 أمتار من الطول و800 كيلوغرام، ويصل إلى سرعة 30 كيلومتر في الساعة، مما يجعل منه خطرا حقيقيا على السكان. التمساح البحري هو آكل حقيقي للبشر. هذا الحيوان بطبيعته يمكن أن يلتهم حيوانات كبيرة كالكنغر، الخنزير البري أو العجول. إنها حيوانات مفترسة شرسة غير مستقرة يجب الحذر منها، تظهر غالبا في المياه الغير العميقة وتستفيد من مفعول المفاجأة من أجل الارتماء على الفريسة بسرعة وفعالية.